يغادر حجاج بيت الله الحرام المتعجرون بعد زوال اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة مشعر منى بعد أن وفقهم الله تعالى لأداء الفريضة. وفي يوم التعجل كما يعرف عدة واجبات على الحاج أن يؤديها، يكون ختامها طواف الوداع. تأهب مشعر منى لوداع الحجاج المتعجلين الذين يغادرون وقلوبهم معلقة ببيت الله الحرام. في هذه النفرة تختلط المشاعر بين الحزن لفراق الأرض المقدسة والفرح باستكمال فريضة الحج، ويكون على الحاج المتعجل عدة واجبات بدءا من التكبير خلال رمي الجمرات الثلاث. ومن خطط للمغادرة متعجلا في يومين يجب عليه أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر بسبع حصوات ويكبر مع كل حصوة، ثم يغادر منى على الفور قبل غروب الشمس. وفي حالة غروبها وهو ما زال في منى يجب عليه البقاء للمبيت في منى ليلة الثالث عشر ويرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر بسبع حصوات لكل جمرة ويكبر مع كل حصوة. وإذا تهيأ للخروج ولم يتمكن لظروف ما يستمر في سيره متعجلا ولا يلزمه المبيت بمنى لكونه قد تهيأ للمغادرة متعجلا. وبعد رمي الجمرات في آخر أيام الحج يتوجه الحاج صوب المسجد الحرام في مكة المكرمة للطواف حول البيت العتيق بعد أن أكملت قوافل الحجاج أداء مناسكها بأركانها وواجباتها وفرائضها، وبذلك يكون طواف الوداع آخر أعمال الحج وآخر العهد بالبيت العتيق. هذا ويبقى للحجاج غير المتعجلين رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق الثلاثة من بداية كل صباح، ثم يغادرون من منى إلى مكة لتأدية آخر مناسك المشاعر المقدسة وهو طواف الوداع ليعلنوا إكمالهم لفريضة الحج.